هاجر الكويت ولا السعودية؟ مساحة السعودية أكبر بكتير من الكويت، وبتوصل مساحة السعودية ل 2,150,000 كيلومتر مربع، ومساحة الكويت 17,820 كيلومتر مربع. عدد سكان السعودية بيوصل ل 37,212,000 نسمة، وفي الكويت 4,269,000 نسمة. الحالة الاقتصادية بتوصل للناتج المحلي في السعودية ل 1,100,000,000,000 دولار، ونصيب الفرد منها 30,440 دولار. أما في الكويت الإجمالي الناتج المحلي بيوصل ل 175 مليار دولار، ونصيب الفرد فيها بيوصل ل 41,000 دولار. نيجي بقى لمعدل البطالة ما بين السعودية والكويت. السعودية بيوصل ل 4.4%، والكويت بيوصل ل 2.5%. فهنا الكويت نصيب فرد أعلى ومعدل بطالة أقل، فممكن نديها هي النقطة، ولكن برضو قول لي رأيك في التعليقات. نيجي بقى للمرتبات. متوسط المرتبات في السعودية في القطاع العام بيوصل ل 9,883 ريال سعودي، يعني 2,635 دولار، وفي القطاع الخاص ل 3,855 ريال، يعني 1,027 دولار. أما في الكويت المتوسط 1,598 دينار كويتي، يعني 5,200 دولار، والغير الكويتيين بيوصل ل 750 دينار، يعني 2,441 دولار. فالكويت هنا هي اللي هتاخد النقطة. من حيث تكلفة المعيشة، تكلفة إيجار الشقة في وسط المدينة بغرفة واحدة في الكويت هيكلف 855 دولار، وفي السعودية 496 دولار. ومن حيث المرافق العامة زي الكهرباء والتبريد والمية في الكويت ممكن يكلفك 53 دولار، وفي السعودية بيكلفك 102 دولار. ولو حبيت اللي انت تخرج وتروح مطاعم، سعر وجبة لشخصين في مطعم متوسط في الكويت بيوصل ل 58 دولار، وفي السعودية 45 دولار. فالسعودية هنا أرخص شوية من الكويت، فهي اللي هتاخد النقطة. نيجي بقى لنقطة الصحة، لأن ده أهم حاجة. السعودية عندها من 2 سرير ل 3 سراير في المستشفيات لكل 1000 شخص، وعندها من 2 ل 3 أطباء لكل 1000 شخص، ولكن الكويت عندها 2 سرير في المستشفيات لكل 1000 شخص، وعندها من 2 ل 3 أطباء لكل 1000 شخص. فهنا الدولتين قريبين، ولكن السعودية تتفوق في عدد السراير أكتر من الكويت، وده شيء مهم جدا في وقت حدوث الأزمات والطوارئ، لأن في دول كتير الناس ما بتلاقيش سراير في المستشفيات بسبب إن العدد بتاعها قليل جدا. فدي كانت مقارنة بسيطة ما بين السعودية والكويت، وأحب أشكر كل أهلنا في السعودية والكويت. وأنت من وجهة نظرك لو حبيت تهاجر للكويت أو السعودية بعد ما شفت المقارنة دي، تهاجر لأنهي دولة فيهم؟ ولو أنت موجود في الكويت أو السعودية قول لي الإيجابيات والسلبيات عشان غيرك يستفيد. بس كده، مستني رأيك في التعليقات.